يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة في الطلب؟ هل يأخذ الطالب فنا واحدا ويدرسه حتى ينتهي، أم يأخذ عدة فنون؟ الطريقة الصحيحة أنه يأخذ عدة فنون شيئا فشيئا، يأخذ من النحو، يأخذ من الفقه، يأخذ من المصطلح، يأخذ من أصول الفقه، كل يوم درس، كل يوم درس من هذا وهذا، لأن العلوم يساعد بعضها بعضا، فإذا أخذها جميعا شيئا فشيئا فإن بعضها يساعد بعضا. أما أنه يقتصر على فن واحد، هذه ليست طريقة صحيحة، لأن الفن الواحد لا يستقل عن بقية الفنون ولا يستغني عنها. نعم.